السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحلى متتبعي قناة نصاص. اللي مازال أول مرة غيشوف هاد القناة هذه، ما تنساش تشترك وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. جبت لكم في هاد الحلقة هذه من مسلسل رهينة الحب أحداث مثيرة ومشوقة، واللي مازال ما تعرضت على القناة الثانية. هاد الأحداث هذه غادي تبدأ مع الخطوبة ديال مونتي وكيرا، واللي مدة طويلة وهما كينتظروها وكيحضروا ليها. في الوقت اللي غيكون كل شيء فرحان وكيستمتع بالخطوبة، ريتشا غادي تشوف فيكرام كيحاول انه يتقرب من بورفا، غادي تضربه في الوجه ديالو وغادي تبدا تغوت. العائلة كاملة غادي تدور تشوف شنو وقع، وهاد الصوت هذا من اين بلاصة جاي. وغيقاو ان ريتشا وفيكرام وبورفا مجموعين بثلاثة وكيغوتوا، حتى حد ما غادي يعرف شنو وقع بالضبط. مناف غادي يحاول انه يتدخل وغيقول لريتشا شنو واقع، علاش كتغوتي اليوم؟ زعما الخطوبه ديال كيرا وكل شيء فرحان، تنتي خصك تكوني هكا. الا عندكم شي مشاكل ما تناقشوهاش دابا، خليها حتى من بعد وحلوها. غادي تجاوب ريتشا وغادي تقول ليه هادشي هذا ما كيتاجلش، انا شفته قدام عينيا كيخوني وقدام العائله كامله، ما حشم لا من راسو ولا من حتى شي واحد اخر، وكيخونني من الفوق مع هاد الحقيره هادي ديال بورفا. غير الاخت ديالها دمرت الحياه ديال خالتي شيطال وعمي جايان، وهي دابا جايه باش تدمر الحياه ديالي انايا وفيكرام. بانتيا غادي تدخل وغتقول لها ريتشا شنو هاد الهضره هادي كتقول على الاخت ديالي، ما فهمتش منين جبتي هاد الهضره هادي. قالت لها واش ما شفتيش كتحاول تقرب من فيكرام وتخرب العلاقات ديالي انا وياه. وغتقول لها هي اصلا هادشي علاش جات لهاد الحفله هادي. غتجاوبها بانتيا وغادي تقول لها لا، بورفا ما جاتش على قبل هاد السبب هذا، بورفا جات باش تاكد واش مونزي جا للخطوبه ولا لا، لحتاش هو كان طلب منها الزواج ولكن هي رفضات وتخلات على السعاده ديالها على قبل السعاده ديال كايرا. غادي تقول لها ريتشا شنو هاد الهضره هادي كتقولي، واش واحد الشخص بحال مونتي غادي يخلي بنت من عائله كبيره متربيه بحال كايرا وغادي يمشي يقلب على واحده حقيره وما عندهاش مستوى يتزوج بها؟ غادي يغوت مونتي على ريتشا من اللور وغايقول لها بركه بركه من هاد الهضره هادي اللي كتقولي، ما عندها حتى شي معنى. انا بصح كنت غادي نتزوج بورفا وهي اللي طلبت مني انني نتخلى عليها باش نتزوج بكيرا وباش المشاعر ديال كيرا ما تحطمش، وانا الا كنت هنا اليوم راه بالفضل ديال بورفا، انا اصلا ما كنتش غادي نجي وكنت غادي ناجل هاد الخطوبه هادي. وغيقول ليها المره الجايه ملي تبغي تهضري عليها عرفي راسك مزيان شنو كتقولي ووزني الكلام ديالك عاد هضري عليها، لحتاش بورفا غادي تكون هي الزوجه ديالي ان شاء الله في المستقبل، وما نبغيش شي حد يقول عليها شي حاجه خايبه او يغوت عليها. وغيقول ليها خصك تعرفي واحد الحاجه اخرى، هي ان بورفا اطيب انسانه تلاقيتها في حياتي وانسانه مؤدبه ومخلقه، ما تقدرش دير بحال شي حاجه بحال هذه. هذاك الرجل اللي مزوجه بيه هو اللي ما كيحشمش وكان ديما كيحاول انه يتقرب من بورفا، ودار بزاف ديال الخطط باش يفرقني انا وياها ويبعدنا على بعضياتنا، ولكن الخطط ديالو كامله فشلات. وغيقول لها المره الجايه قبل ما تغوتي على شي حد سيري بعدا كينا حاسبي الزوج ديالك وحاسبي راسك. وغيقول لها غنوجه لك واحد الهضره لجميع الناس اللي حاضرين هنايا، انا كنبغي بورفا بزاف وهي المرأة الوحيدة اللي بغيت في حياتي، وما عمري ما بغيت شي مرأة من غيرها لا كايرا ولا شي واحدة اخرى. وهاد الخطوبة هادي ما غادي تكملش وما غادي يكون لا زواج ولا حتى شي حاجة، وغادي يتقرب من بورفا وغادي يقول لها بورفا انا كنبغيك بزاف، ومن ديما كنقول لك انا كنبغيك بزاف، وإلا قبلتي اليوم انا كنطلب منك الزواج الا قبلتي تزوجي بيا. وغيقول لها مره اخرى ما تعاوديش تضحي بالسعاده ديالك وبراسك على قبل الناس ما كيستاهلوش وما كيقدروش هاد التضحيات هادو اللي كديري على قبلهم. وغيعاود يقول لها
انا كنبغيك بزاف بزاف قدام كل شيء. كاع اللي حاضر في ديك الخطوبه غادي يتصدم من الهضره ديالو وما غيعرفوش شنو واقع بالضبط، لحتاش حتى شي واحد ما كان كيعرف هاد القصه هادي ديال بولفا ومونتي. وكاع الناس اللي غادي يكونوا حاضرين غادي يبقاو يغوتوا ويقولوا لهم شهاد الحاله هادي ما فهمناش حنا، اي حفله كديروها كنجيو نحضروا ليها كيبقى فيها شي مشكل وما كتكملش. المره الجايه الا ما كانتش شي حاجه مؤكده ما تبقاوش تعيطوا علينا. مناف غيدخل وغيقول لمونتي شنو هاد الهضره هادي كتقول، ليك انت كتبغي كايرا وكايرا كتبغيك، علاش دابا بدلتي الراي ديالك؟ واش كتضحك معانا ولا هاد الهضره هادي بصح؟ غيقول لي كنعتذر منك عمي، انا راه ما كنبغيش كايرا وجيت اليوم لهاد الخطوبه هادي غير حتاش بروفا طلبات مني هاد الشهاده حيت ما بغاتش كايرا تحطم. ولكن غيقول ليه ما يمكنش، حتى كايرا كتبغيك بزاف وجيتي حتى اليوم وحطمتي ليها المشاعر ديالها وحشمتيها قدام الناس، هادشي هذا راه ما كيدارش. من بعد غادي تكون رانغولي والخدامه ديالها حتى هما تما وغادي تقول ليها جا الوقت باش ننفذوا الخطه ديالنا ونهنيو هاد العائله هادي من هاد الحتاله والحقيره ديال بانتي وبورفا حتى هي. وغادي تقول ليها ان شاء الله ابتداء من اليوم اهان غيولي ديالي انا بوحدي. غتقول ليها دابا غادي تصيفطي داكشي اللي عندك لكل شيء. هاد السيده اللي معاها غادي تصيفط تصاور ديال مونتي وبورفا متقربين من بعضياتهم في واحد الفندق للعائله كامله ولكاع الناس اللي حاضرين تما كاينه، وغادي تقول لهم بان هاد اللقاء هذا ديالهم كان نهار ديال الخطوبه وان مونتي كان كيخون كايرا. والى جانب هاد الفيديو هذا غادي تصيفط لهم واحد تسجيل صوتي فيه بانتي كتقول لبولفا علاش تخليتي على مونتي وخليتيها لكايرا، انتي وما كتبغوا بعضياتكم بزاف وانتي اللي كان خصك تكوني بلاصه كايرا في هذا النهار هذا وكان خصك تفرحي حتى انتيا. وما فهمتش حتى لدابا علاش تخليتي على مونتي وهو كيبغيك بزاف ومستعد انه يضحي باي حاجه على قبلك. ابارنا ملي غادي تسمع هذا التسجيل هذا الصوتي غادي يبقى فيها الحال بزاف وغادي تبدا تبكي وغادي تقول لبانتي حشومه هذا الشيء هذا اللي درتي ما كنتش كنتوقعه منك، فكرتي غير في المصلحه ديال اختك بوربا ولكن المشاعر ديال كايرا وشنو غادي يوقع ليها ما فكرتيش فيه. وغتسولها وغادي تقول ليها واش نتي اللي صيفطتي بورفا عند مونتي الفندق باش تلاقى به، وغادي تسولها عاوتاني واش بصح بغيتي مونتي تفارق مع كايرا ويتزوج باختك بورفا. غتقول ليها لا، ماشي انا اللي صيفطتها الفندق عند مونتي وما عندي حتى شي فكره او خبر على اللقاء ديالهم. وغادي تقول ليها واش انا باغيه ولا ما باغياش هادشي هذا كامل ما كيهمش. غيدخل اهان وغيقول ليها غادي تجاوبي دابا واش نتي باغيه بولفا ومونتي انهم يتزوجوا ولا لا، وبغيتك تجاوبيني جواب صريح وما تكذبيش عليا. في ديك الوقيته رانغولي غادي تكون فرحانه بزاف حتاج العائله كامله فقدت الثقه ديالها في بانتي من بعد ما سمعت داكشي اللي دارت. من بعد بانتي غادي تجاوبهم وغادي تحاول تبرر هذاك الشيء اللي سمعوا، وغتقول لهم ان الحاجه الوحيده اللي كنت باغيه هي بورفا تكون فرحانه وحتى كايرا حتى هي تكون فرحانه، وبما ان مونتي كيبغي بورفا فكايرا ما عمرها ما غادي تكون فرحانه معاه وهو تيبغي واحد السيده واحده اخرى. يعني انا كنت باغيه المصلحه ديالهم بزوج بهم، ولكن حتى حد ما غادي يثق بها وغادي يلوموها كاملين. وهذه هي الحلقه ديال اليوم، وكنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكيف ما ديما ما تنساوش تشجعوني بلايك ديالكم وتخليو التعليق ديالكم اذا كان، وما نزيدش نطول عليكم. كنتمنى لكم فرجه ممتعه مع بقيه الفيديو.